تعال اقول لك الحاله المرضيه اللي مصاب بيها جاستن بيبر. جاستن بيبر المغني المشهور اعلن من فتره عن اصابته بشلل نصفي في الوجه. الحاله دي اسمها رمزي هان سندروم، وهي متلازمه العصب السابع، ويتسبب فيها فيروس اسمه الفاراسيلا زيستو، فيروس جدر الماء النطاق. طب وايه حكايته الفيروس ده؟ اللي بيعمله الفيروس ده لما بيصيب الجسم بالتحديد بيروح يستخبى من المناعه، بيروح يستخبى تحديدا في الخلايا العصبيه، بيبقى في حاله غير نشطه لحد ما المناعه تضعف، وفي الحاله دي بيحصل للفيروس اعاده تنشيط، ان المناعه بتبدا تهاجمه. المشكله بقى لما بتروح تهاجمه عند الخلايا العصبيه تتسبب في رد فعل الجسم، واللي بيتمثل في التهاب العصب، ممكن يتسبب في حاجه اسمها النيرف دامج او تدمير العصب. الحاله اللي عند جاستن بالتحديد بيبقى الفيروس مستخبي في عصب اسمه العصب السابع او الفيشيال نيرف، اللي بيبقى مسؤول عن حركه الوجه والتعبيرات اللي بيقوم بيها زي الضحك وحركه الخدود وحركه الرموش. احيانا بيبقى مصاب بطفح جلدي وكسور في جانب الوجه المصاب بالتحديد. نفس الفيروس ده بيتسبب في حاله مرضيه تانية اسمها الحزام الناري او الشينجل، والحاله دي بيبقى فيه طفح جلد واحمرار طول المنطقه المتواجد فيها العصب المصاب، بتبقى الحاله صعبه جدا لو اصيب بيها العصب الخامس، وده العصب الحس للوجه. في الحاله دي المريض بيشتكي بمرض في اسنانه لا يطاق، لدرجه ان اطباء الاسنان احيانا بيعجزوا عن تشخيصه لانهم مش شايفين سبب حقيقي لوجع الاسنان هنا، واحيانا المريض بيضطر ينهي حياته بايده بسبب شده الالم. واغلب الناس اللي اتصابوا باحد الحالتين دول اتصابوا وهم صغيرين بمرض جدر الماء وما تعالجوش منه، او حتى خدوا الجرعه اللقاحيه الخاصه به. الحالات المتقدمه بيتم العلاج منه مسكنات الالم ومضادات الفيروسات وبالاضافه للكورتيزون عشان يقلل رد فعل الجسم، وده بيتاخد في الحالات المتقدمه فقط.